أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-360-0101، 021-360-0102، 021-360-0103. ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر على قناتنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التواصل معنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وننوه أيضا إلى أنه يمكن متابعة البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. وهذا سائل أو سائلة حكاية صمت تسأل، تقول بروتين الشعر هل هو عازل للصلاة؟ تقصد يعني بعض البروتينات التي توضع على الشعر، هل هي عازل تمنع وصول الماء إلى الشعر، يعني تمنع الوضوء وبالتالي تمنع صحة الصلاة؟ لا، الحقيقة لا أعرف البروتين هذا هل هو مثل الكريم فقط دهن ولا يعني يكون طبقة على الشعر، كان ما يكونش طبقة على الشعر، فمثل الزيت والكريمة دهن عادي، هذا يعني لا يعد عازلا ويجوز استعماله والوضوء عليه وبالتالي صحة الصلاة. أما إذا كان البروتين هذا يشكل عازلا كبيرا، يعني حائل كثيف على الشعر، يكون طبقة على الشعر، بالتالي لا يصل الماء إلى الشعر، هذا يكون مانعا من وصول الماء إلى الشعر، وهذا ممنوع لأنه يؤدي إلى عدم صحة الصلاة. فالمرأة كانت تستعمله وهو بهذه الكيفية، تستعمله في الفترة التي يعني لا تصلي فيها، في فترة الحيض تقدر تستعمله، إذا كان بعدين يزول هو زي العلاج وبعدين يغسل ويزول. إذا كان هو يعني زي الحنة يدير في طبقة على الشعر، هذا يمنع من صحة الوضوء، وبالتالي ما يجوزش أن المرأة تستعمله في وقت الصلاة لما هي يعني تكون طاهرة ويجب عليها الصلاة، تستعمله في العلاج هذا في الوقت اللي تكون فيه ما تصليش في وقت الحيض. هذا أيضا الأخ محمد، ناخذ اتصال أولا. الأخ أحمد من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، في حديث ما معناه يوم صيامكم يوم نحر عيادكم، وإن كان البعض يظن أنه هو مجرد مثل، فإذا كان الحديث هذا صحيح فلماذا الدول الإسلامية لا تعمل به؟ فهمت سؤالي يا شيخ؟ واضح. ماشي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الأخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الرحمن، وبارك الله فيك وفي علمك وفي عملك، وحيا الله المستمعين والمشاهدين والقناة وأهلها. اللهم أمين وإياكم، بارك الله فيك، الله يحييك. حييك جميعا إن شاء الله يا ربي. شيخ، سؤال، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول عن النية، كل شيء، كل أي عمل له نية، الصلاة لها نية، الصيام له نية، نعم، الحج له نية، أي شيء له نية، فما هي مبطلات النية؟
الاشياء التي تبطل النيه، مثلا اذا كان بتصلي تغير صلاتك مثلا من ظهر الى عصر او النيه، المهم ما هي مبطلات النيه، تبطل الاشياء اللي تبطلها نيتك انت في هذه الحاله. نعم. اذا كان اخطات نيه وغيرت نيتك انت. هذه المقصودة يعني، مش من هي المبطلات هذه، انا مع شرح كل واحدة مبطلة على الاقل نفهمها شوية. واضح ان شاء الله. ثاني حاجة هو بنفس الشق هذا، بنفس السؤال، هو بالنسبة إذا كان الطلاق هل يتم بالنية أم باللفظ؟ إذا كان يتم باللفظ فكيف هو حال الممثلين؟ يعني إذا كان هذا مرات متزوج ويحلف الطلاق على أساس نية، هل النية تدخل بالطلاق أم يدخل باللفظ؟ هو اللفظ هو الأساس. عنية، هذا كله عنية. واضح. السؤال الثاني، مرات شيخ تخليني ننزل معك انت، انا نجيب مثلا لك انت مثلا شيخ عبد الرحمن تروح في مساله وافتى بها ونزلت عليه مع دار الافتاء، وفي ناس تبدا تعلق، طبعا في اللي علق من غير علم، خلينا نكلم منافقين ودير دوره وانت هذا شنو جايبك لي وهذا كذا، هذا يتحمل مسؤوليته هو، لانه لا ينقص من شان العالم هذا شيء. طبعا لكن هو مثلا يتكلم الشيخ عبد الرحمن مثلا يقول يفتي في فتوى معينه افتى فيها، بعدين نعلق عليه وهو ما يفرقش ما بين السبيله وسلسبيله، هو يعطي في فتوى، انا وجدت فتوى لواحد ما يفرقش بيناتهم، هذا الكلام هذايا، وهذا شنو موقع بالنسبه للدين؟ هذا شنو الحكمه؟ يعني على اي اساس يفتي هو الناس اللي تفتي بغير علم؟ هذا واضح يا اخي الكريم. يعني العاميين نقرا في مثلا نقرا في سؤالك، ولما نقرا الكلام هذايا مرات ياثر فيه، يعني لو اني مش نعرف علمائنا ونفهمهم مضبوط حنراجع يعني. ان شاء الله. واضح كلامي؟ واضح يا اخي ادريس ان شاء الله. ما الاخ عبد الله من طبرق. اخ عبد الله تفضل. اخ عبد الله تسمع فينا؟ اذا كان الاخ محمد من طرابلس. اخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ، بارك الله فيك. الله يحييك ويبارك فيك أخ محمد تفضل. شيخنا عندي سؤال وطلب، أما السؤال شيخ بارك الله فيك. الآن الفئة اللي مسيطرة أئمة المساجد هذوما أغلبهم، يعني ما نقولش كلهم، أغلبهم من المداخلة. وهم والله يا شيخ حتى يعني حتى قراءة القرآن يعني ضعاف ساعة جدا. فالواحد مننا بدأ يمشي لصلاة الجماعة زي ما نقولوا ركبة تهدف ركبة يا شيخ. فالشيخ نصلوا في البيوت اذا لم يعني كان ما فيش امام الا المداخل هذوم؟ هذا السؤال شيخ. واما الطلب يا شيخ، انا طلبت من اكثر من في حلقه من المشايخ، بالله يا شيخ فقدنا علماء من امثال الشيخ نادر وامثال الشيخ غيث الفاخري، فتراثهم ضاع يا شيخ، ليش لا تفرغ فتاويهم في مجلدات؟ بارك الله فيك، قول لنا رايك فيه. واضح ان شاء الله. الأخ المهدي من الجنوب. الأخ المهدي من الأصابع. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. الخير. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك شيخ عبد الرحمن. نبي نفس السؤال على الموضوع يعني الحج، الموضوع اللي الدور الموضوع الحج على حساب الدولة الليبية. يعني المفروض الحاج مثل ما عندناش فكرة أن الحاج مثل يكون من مال الخاص، يعني الحج يجوز مثلا من مال الدولة أو من المال الخاص يعني. يعني هذه يعني الحج من المال العام يجوز، أم مثل طريقة الحج أنها تكون من المال الخاص يعني ممكن المال الدولة اللي هي فيه اللي ممكن مش راضي على الشيء هذا، فيه اللي ممكن يعني ممكن فيه اللي مستحق أنه يكون يصرف على فيه ناس داخل البلاد. واضح. يا ريت أنك شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ ميلاد من سبها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، هل الإمام عندما يسلم تسليمة واحدة هل المأمومون يسلمون تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الإمام في صلاة الجماعة عندما يكمل الصلاة هل ينظر إلى المصلين أم يأخذ الهيئة، يعني ينظر إلى المصلين أم يأخذ يساره؟ السؤال الثالث،
عندما يتشاهد المصلي هل ينظر إلى السبابة أم إلى محل السجود؟ بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. وفيكم إن شاء الله. الأخ خليفة من الزنتان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا سؤالي يا شيخ خلاد نشكركم وبارك الله فيكم على هالبرنامج القيم وعلى البرامج القيمة متاع قناة التناصح، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وشكرا. أمين وإياكم، بارك الله فيك يا خليفة. الأخ محمد من غات. الأخ المبروك من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عبد الرحمن يومك مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخ مبروك. ربي يكون في عونك إن شاء الله. الله يسلمكم، تفضل. زيدك الله من العلم شيخنا. وإياكم، ربي يتقبل منا ومنكم. يا رب العالمين يسلم يسلم الله. شيخ غير عندي ملاحظة بس قبل أن أخذ أيها الشيخ، نبو نطمن عليه شيخنا أمس ما جاءت، أمس أراجينا واجد ما جاءت شيخ مبتين الله يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله ما هناك تسوي بس. لا الحمد لله ما فيه إلا كل خير، بارك الله فيك. بارك بارك من ربي طمنت، من الله يطمنك إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. الأخ محمد يسأل سؤالا مكتوبا، يقول قراءة الفاتحة، يقصد عقد القران، يقول مر على الفاتحة يعني عقد القران أكثر من سنتين ولم يتزوجوا، ما حصلش دخول، يقصد يقول الشخص هذا سمع من الناس أن المدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر لابد أن يعاد عقد القران، بعدين يقول كم تدوم الفاتحة، يقصد كم يعني مدة عقد القران قبل الزواج. يا أخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أولا بالنسبة لعقد القران هذا الذي يعني يستحل به الرجل فرج المرأة، هذا اللي يستحل به الاستمتاع بالمرأة العقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واستحللتم في فروجهن بكلمة الله، العقد هذا هو الزواج. أما الدخول فهو متمم له، بعد ما يعقد الشخص على المرأة تصبح زوجته حلالا له، بعدين يدخل بها. الدخول هذا بحسب الإمكان، ربما يكون شخص قادر على، يكون الشخص قادرا على الدخول وتكاليفه، ربما يقول أنا مازال شوي، أو الأب ربما يقول أنا مازال مش مستعد، فلا وقت له، ما فيش وقت. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة ثم يعني وهي بنت يعني 6، ودخل بها وهي بنت 9، ما فيش يعني عدد أمد معين ل يعني للدخول، ما دام هو عقد عليها فهي زوجته، تأخر الدخول أو لم يتأخر ما يترتبش عليه وجوب الإعادة، لكن للزوج أن يطالب بزوجته أن يقول أنا خلاص الآن نبي الدخول، أو كذلك الأب له أن يعني يمكن الرجل من الدخول، وإذا كان رجل قال مازال يقول لما لا أنفق عليها أنت، أنا مكنتك من الدخول، راهو بتبدأ تنفق عليها زوجتك، مش يعني تعقد عليها وتخليها عندي، من حق الوالد. لكن إذا تراضي على تأخير الدخول ما فيش أي بأس بحسب الظروف، ولا يجب أن يعاد عقد القران مرة أخرى، خلاص العقد هذا ما دام ما فيش طلاق، ما طلقش الرجل، العقد ما زال ساريا، ويعني لا يجب أن يعيد عقدا آخر عند الدخول إذا تأخر الوقت. الأخ أحمد من بنغازي يقول الحديث أن يعني باش صومكم زي ما يقولوا الأولين، باش فطركم، باش عيدكم، أضحاكم، يقول إذا كان هذا حديثا فلماذا لا تعمل به الدول الإسلامية؟ لا أعرف هذا الحديث يا أخ. في صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، معناها إذا حصل خطأ من الناس، مثلا غلطوا الناس بناء على شهادة غير صحيحة ولا بناء على ظن رؤية الهلال، وصام الناس بناء على حكم الحاكم القاضي، يعني مثلا جت شهادات باطلة وظنها صحيحة فقضى بها وحكم بها وصام الناس، بعدين تبين الخطأ، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خطأ مغفور، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يعني إذا حصل الخطأ مش عن عمد، مثلا يعني شخص يتعمد أن يعني يكذب
أو يتعمد أن يصدق شهادات مكذوبة باطلة قضى العلم ببطلانها ويقول هذا خلاص صومكم يوم تصومون، لا، الحديث منصب على حالة الخطأ مش حالة العمد. إذا كان أخطأ الناس وظنوا كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا دخول الشهر فحكموا به، وبعدين تبين الخطأ، تبين الخطأ معليش صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. لكن ما فيش متاع إن لما نصيموا بالأحد معناها الأضحى بالأحد، هذا غير صحيح. الصوم والفطر ودخول الأشهر عموما مرتبط بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الله عز وجل يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كيفية التعامل مع دخول الشهر، كان رأيت الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا، كان ما رأيتوش الهلال فإن غم عليكم فأتموا العدة، خلاص معناه إحنا يوم 29 نتحروا في الشهر العربي، شفنا الهلال وكان العلم لا يقضي ببطلان يعني بانتفاء الرؤية واستحالتها، العلم يقول ممكن رؤيتها وإحنا رناه بالفعل، خلاص نحكم بدخول الشهر. لا مثلا ما غم علينا ولم نستطع أن نرى الهلال، خلاص نكمل العدة 30 يوما، هذا الحل، في الحل يعني سهل جدا في التعاون مع الشهور. لكن ما فيش أن كان دخل رمضان بالأحد معناها العيد بالأحد، هذا لا أساس له ولا صحة له. الأخ إدريس من طرابلس يقول الأعمال بالنية ما هي مبطلات النية؟ مبطلات النية رفض النية، النية مثلا لما يعني وين وقت وجوبها تستصحب عند أول العبادة، يعني مثلا بنجيب نتوضأ لما بنغسل الوجه نستصحب النية من قبل الوضوء اللي هي النية الحكمية، لما نوضى ونحي القميص نصفي إكمامي ونجيل المية، هذه نية حكمية وتستصحب عند أول الركن تقعد معه. وكذلك الصوم مثلا ينوي في محل النية يعني في الليل إلى ما قبل الفجر، وإذا نوى في الليل خلاص صحت نيته، لكن بشرط ألا يبطلها بعد ذلك، كان أبطل النية، الرفض مبطل للنية، هذا الذي تبطل به النية، يرفض يعني مثلا نوى الصلاة ثم رفض الصلاة، قال لا لا ما يعني نويت أن أخرج منها ولا نويتها نفل ولا، هذا رفض للنية مبطل لها. كذلك حتى أثناء الصوم كان صام وبعد رفض النية أثناء الصوم، هذا مبطل لصومه. فالنية يعني تكون في وقتها ولا ترفض النية، كان رفضت النية يعني نوى يعني تحويل العبادة مثلا من فرض إلى نفل، ولا نوى إبطال العبادة أصلا نوى الخروج منها، خلاص تبطل هنا. قال الطلاق هل يتم بالنية ولا باللفظ؟ الطلاق يتم بهما معا، يتم بالنية واللفظ. كيف يتم يعني إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، إما أن يتلفظ بالطلاق وإما أن يكتبه مثلا فيقع به، يعبر عليه، يعني إذا كان قاعد الداخل لا عبرة به، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني كان فيه عمل ولا كلام يدل على الطلاق يؤخذ بمقتضاه، لكن إذا كان قاعد في الداخل في النية ما نعملوش به. أما اللفظ فاللفظ لابد أن يعني يكون منويا، مش معناها النية معناها يطلق لفظ الطلاق، لا، نوى لفظ الطلاق معناها مش طلع منه بالخطأ، مثلا هو بيقول لزوجته أطلقي الحبل مثلا فقالها طالق مثلا، هذا نقول لا يؤاخذ به، ما نمشوش عليه الطلاق. لكن مش يقول هو لفظ الطلاق وبعدين يقول لا أنا منويتش الطلاق غير نخوف فيها غير نهدد فيها، هذا ما يمشيش، لا. إذا النية شن هي لما نقصد ونقول لابد أن يكون اللفظ مصحوبا بالنية، معناها نية إطلاق اللفظ، يعني هو ناوي إطلاق لفظ الطلاق، مش طلع منه يعني خطأ يبي يعبر بلفظ ثاني فطلع منه لفظ الطلاق، هذاك لا يؤخذ به. لكن إذا كان قاصدا لفظ الطلاق ناويه لفظ الطلاق، فمعدش بعدين نقولوا له في صريح الطلاق هل أنت ناوي الطلاق ولا مش ناوي الطلاق، يقع به الطلاق إذا كان قاصدا لللفظ. يسأل أيضا الأخ إدريس يقول قد تنزل فتوى في صفحة مع دار الإفتاء على الفيس مثلا، يقول فيه ناس يعني تسب وكذا، ويقول هذيك يعني إثمها
يعني واقع عليها. أنا قال ما نتكلمش على الحالات هذه، لكن نتكلم على شخص يعلق على الفتوى، صح هو بأدب لكن بدون علم. فعندنا نماذج في التعليق على الفتاوى، في ناس تعلق على الفتاوى ونحن نطلع على بعض منها، في ناس تعلق على الفتاوى فتسب وتشتم، وهذا لا كلام معه أصلا. ما يعني هذا شخص يملأ صحيفته بالإثم ويصد الناس عن الشريعة وعن تعلم العلم النافع، هذا لا كلام لنا معه، هذا صحيفته فليملأها بما شاء. لكن يقول بعض الناس يعني ما يخرج عن الأدب لكنه يناقش الفتوى في إطار علمي مش مشخصا، لكن هو لا يملك أدوات العلم فيناقش في الفتوى، يقول هذا قد يسبب أن بعض الناس يصير للشك في الفتوى. الحقيقة هو أن نوجه رسالتين، رسالة لهذا الشخص الذي يكتب، ورسالة أخرى للناس التي تستفيد من الفتاوى وتتابعها. بالنسبة للشخص هذا نقول أول حاجة اتق الله، فلا يجوز لك التكلم عن الفتوى صحيحة ولا مش صحيحة إذا لم تكن أهلا للفتوى، كان أنت مش أهل للفتوى. مثلا بعض الناس قد يعلق، أنا أذكر أن بعض يعني في فتوى واحد من المشايخ سئل عن يعني ذبيحة شارب الخمر أو ذبيحة تارك الصلاة، فقال لهم رأوا جمهور العلماء عندهم تارك الصلاة ليس كافرا، وبعض العلماء يقولوا بكفرة، فعند الجمهور ما دام مش كافر إذا تحل ذبيحته. وتلقى الفتاوى التعليقات أنت جاهل ما تعرفش تارك الصلاة كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وبعضهم يجي يلصق يعني يعلق بفتاوى من مشايخ السعودية يعني فيها فحواها تكفير تارك الصلاة ويظن أنه على شيء من العلم. الشيخ الذي أفتى بأن يعني تارك الصلاة ليس كافرا هو مش ما يعرفش القول اللي يفتوا به السعودية اللي هو رواية عند الحنابلة، هو قال لكم في رواية عند الحنابلة أن تارك الصلاة كافر، وقالوا بها حتى بعض المالكية، ابن حبيب من المالكية يرى بكفر تارك الصلاة، لكن الجمهور على أن تارك الصلاة ليس كافرا. هل الجمهور ما عندهمش أدلة؟ لا. الآن لما يجاوب الشيخ على الناس هو مش في معرض درس فقهي لطلبة علم باش يجيب لهم الأدلة ويرد على الفتوى بتكفيره، هذاك بعدين كل ساعة في مع دار الإفتاء بناخذ فيها مسألة واحدة، وإحنا مدايرين البرنامج هذا لأجل إفادة الناس اللي مستحقة لفتوى. فإذا كان هو يبي يطلع يعني هو لازم يكون من طلبة العلم باش يعرف الأحاديث الكثيرة اللي فيها يعني عدم كفر تارك الصلاة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أيضا حديث البطاقة وهو حديث صحيح، ما لقولاش أي عمل صالح إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش عمل ومع هذا أنجته البطاقة من النار. كذلك يعني حديث أنس رضي الله عنه يا صلة تنجيهم من النار، لما قال يأتي زمان على أمتي لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، فقال وما تغني عنهم لا إله، قال وإنما يقولون لا إله إلا الله كلمة سمعناها من آبائنا، يرد في الكلمة هذه وهو حديث صحيح. فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قال يا صلة تنجيهم من النار. وهذه أحاديث كثيرة استدل بها الجمهور على أن تارك الصلاة ليس كافرا، بينجول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، قالوا هذا كفر دون كفر، هذا مش الكفر المخرج عن الملة وإنما هو كفر معصية كفر عملي، يعني ترك الصلاة يشبه فعل الكفار، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل لما مسلم يقاتل مسلم يكفر؟ لا يكفر بالاتفاق، وإنما يعمل عمل الكفار بهذا التقاتل. ففي أحاديث كثيرة من حلف بغير الله فقد كفر، هل من قال مثلا والنبي ولا حق الكعبة ولا ورأس بوك ولا كذا من هذه الأيمان اللي هي منهي عنها مكروهة، هل من حلفها فقد كفر يخش في الإسلام من جديد؟ لا، قالوا العلماء هذه كفر دون كفر. فكذلك حتى الصلاة من تركها فقد كفر، يعني كفر دون كفر، ليس كفرا مخرجا عن الملة وإنما هو كفر عملي،
هذا الجمهور اللي ما يكفروش تارك الصلاة. يعني يا أخي الكريم أنت اللي تعلق وتجيب في فتوى الشيخ الفوزان ولا واحد من مشايخ السعودية، الشيخ اللي أفتى هو يعرف هذه الفتوى مش ما يعرفهاش، لكن الجمهور يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، وبالتالي هو أخذ برأي الجمهور، وأدلة الجمهور كثيرة جدا، وهو ليس في معرض ذكر هذه الأدلة ولا الرد على الأدلة الأخرى، لأن المفترض أن هذا البرنامج يتصل ويسأل من يثق بالشيخ الذي يفتي، وهو بيعطيه حكم الله الذي يراه، يعني الذي يتبعه من المذهب. احنا نراه نفتو بالمذهب المالكي، اللهم إلا في حالات ضيقة لم يكون في حرج وتشديد على الناس، قد يفتى بغير المذهب المالكي تيسيرا على الناس، تيسيرا على الناس. مش تقولوا المعلقين اللي ما فاهمين شيء يقولوا مرة مالكية ومرة مش مالكية، لا، يعني كونك أنت على المذهب المالكي وتفتي بالمذهب المالكي هذا لا يعني أن تحرج على الناس وأن تلزمهم بالمذهب حتى في أمر فيه سعة في مذهب آخر زي ما ذكرنا. فهم يقولوا المالكية في صدقة الفطر ما تعرفوش المالكية، لا يا أخي الكريم، لماذا هذا التلبيس على الناس؟ نحن نقول الأصل في زكاة الفطر هو الطعام كما هو مذهب الجمهور، لكن هل نحجر على الناس ونقولهم ما تعطوش نقد، لو أعطيته نقد باطلة؟ لا، ما هو مذهب أبي حنيفة يجوز إخراج النقد، فنقولهم يجوز العمل بهذا الرأي وما نحرجوش على الناس ولا نشددوا عليها ونقولها لا ما تعملوش. أما هو يقول مذهب المالكية، لا، مذهب متأخري المالكية جواز إخراج القيمة، لكن مش رأي الإمام مالك. يا أخي الكريم أنت ما ولا تعرف تفرق بين مذهب المالكية ولا قول الإمام، ما تعرفش تفرق بين متقدمي المالكية ومتأخري المالكية، ما تعرفش تفرق بين يعني فتوى وبين تفصيل فقهي في مسألة معينة، وجاي تعلق وتكتسب في الآثام وتصد الناس عن تعلم العلم النافع. نخرج إلى فاصل ثم نعود للإجابة إلى الإجابة على ما تبقى من الأسئلة بإذن الله تعالى. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. ورثوا في الحكمة قدوتنا، فهلموا نشح همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم بين يديهم. نسقي من أنهار الحكمة، نتتبع آثار العظماء، أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
الأخ محمد من طرابلس يقول الفئة المسيطرة على المساجد هل يعني هي عذر لترك الصلاة في المساجد فنصلوا في البيوت؟ هو أولا صلاة في المساجد ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، لكنها سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها، ينبغي أن لا تترك هذه السنة لما فيها من إظهار الشعائر ولما فيها من الثواب العظيم الذي وعد الله عز وجل به المؤدي هذه الجماعة. فينبغي الإنسان أن لا يفرط فيها وأن لا يلتمس لنفسه العذر، يعني يقعد يجد في أعذار لترك الجماعة. إذا وجد إماما يعني لا يكرهه فالأولى له أن يذهب إليه إن لم يكن بعيدا. أما إذا كان الإمام، إذا كان الأئمة من الفئة هذه المسيطرة وما عندكش إمام قريب، فلك أن تصلي خلفه، فلك أن تصلي خلفه لأنه مسلم، والصلاة خلف كل بر وفاجر. ما دام هو بتصلي وراه أنت تصلي وراه وما فيش أي باس، ما تمنعش نفسك من ثواب الجماعة. الطلب يا أخي الكريم الحقيقة هذا يحتاج إلى جهد، وبعض الطلبة جزاهم الله خيرا، بعض طلبة العلم يعملون على هذا، يعملون على تفريغ محاضرات وشروحات الشيخين الكريمين رحمهما الله الشيخ نادر والشيخ غيط، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهما، أن يوفقهم الطلبة لإبراز تراث الشيخين، وأن يتقبل منهم ومن الشيخين، وأن يجزيهم جميعا خير الجزاء. الأخ المهدي من الأصابع قال هل يجوز الحج أو نأخذ اتصال أولا؟ إدريس من مصراتة. مصراتة. الأخ إدريس من مصراتة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يبارك فيك يا خدري. الله ينورك ويزيدك نور إن شاء الله أنت وشيوخ نعود أمانة والشيخ الله صادق يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. يا شيخ عبد الرحمن نحن أول ونطلع في الجمعة نجتمع في مسيرة ضد الظلم والطغاة. ولكن فيها ناس متعلمين هيك يناقشوا فينا ويقول أنتم توا. نعم. نقص التلفزيون اسمعنا من الهاتف. يعني قلش يقول انتم توشيز تعبين ارواحكم وديروا ارواحكم، انتم هذين من انتخبتوهم ودرتوهم وهم اللي في رؤوسهم يديروا فيه وهم العلاقات يديروا فيها كل يوم تمشي، فهمت؟ ما جبتوش اي نتيجة وما فهمت ونقاش، هم ما نيش عارف انا كيف الناس هذين كيف، وفيهم ناس متعلمين علماء متعلمين وناس اللي هم متعلمين، وفي بعض منهم شيوخ علماء يجوا حاجة بسيطة ما يجوش والدين، فهمت؟ الناس اللي عندهم كلمة فهمت وفاهمين وعلماء أجل واضح. حاجة بسيطة يجوا مرات، يجوا مرات ما يجوش. ونحن اللي فيها الثاني هذه نناقشوا بحرارة والظلم ضد الظلم وضد ما يجري في الجهة الشرقية. واضح إن شاء الله على تسمع التعليق إن شاء الله. الظلم والطغيان وصلت الرسالة بارك الله فيك. ما شنو هذا ما نناقشوا فيه؟ واضح يا أخ إدريس إن شاء الله تسمع الرسالة. الأخ عبد الله من طبرق. أخ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله. قطع الأخ عبد الله، فيه معنا حد تاني. الأخ خالد من غات. أخ خالد. الأخ عبد الله من العربان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يومكم سعيد. أجل مبارك. أهلا وسهلا. إن شاء الله علينا وعليكم. تفضل. بارك الله فيك. الهجرة هو انتهجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. لكن بعض المسلمين بدوا يهاجروا بلاد الإسلام بلاد الكفر، شنو الحكم زعما؟ للعلم ولا العلاج ممكن بس. واضح. لكن اللي يخدم فيهم غادي يخدم فيهم ويعاين فيهم. واضح. نبغى التعليق بالله. إن شاء الله بعون الله. الأخ إبراهيم من مصراتة. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ عبد الرحمن وبارك الله فيك في علمك وجزاك خير يا رب العالمين. وإياكم إن شاء الله يا أخ إبراهيم تفضل. شيخ عبد الرحمن سؤالين بالله. السؤال الأول بعد واحد أجنبي يقول لك السلام عليكم، هل ترد عليه السلام؟ والله تحية تحية وتخرج. رد السلام على
نصراني ولا ملحد؟ لا هو يرد عليك السلام يا شيخ عبد الرحمن، هو اللي يقول لك مثلا السلام عليكم. ايه هذا انت ترد عليه السلام، والله تحييه تحيه دخل يعني مثلا تقول له واضح ان شاء الله. السؤال الثاني شيخ عبد الرحمن، فيها مرأة كانت تسأل ان هي قالوا لها المرأة اللي تشتغل لابد تذبح حولي روحها. تنقصوا في الصوت شوية بس. نعم شيخ عبد الرحمن تسمع فيها شيخ عبد الرحمن؟ نعم شيخ عبد الرحمن. نعم قلت لك فيها اخت كتبت في سؤال ان قالوا لها اللي تشتغل مفروض تعيش بروحها ما تعيش مع زوجها، هل هذا جايز ولا لا؟ ما فهمتش سؤالك كيف؟ يعني تذبح حول العيد بروحها خروف بروحها ما تتبعش زوجها، تبينا تشتغل تضحي بنفسها ما تضحيش مع زوجها، عرفت؟ تضحي بنفسها بشويه اخي بشويه عليك نقص صوتك. أي شيخ عبد الرحمن، المرأة تشتغل هل يجب عليها هل يسن لها أن تضحي بنفسها ولا تضحي مع زوجها هيك تقصد؟ لا هل هي تضحي بأنها تشتري خروف عيد بروحها يا شيخ عبد الرحمن؟ إيه واضح هيك تمام. إيه بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الأخ محمد من ترهونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رب عونك يا شيخنا. الله يسلمك يا اخ محمد، تفضل. لا عندي استفسار يا شيخنا عليه بخصوص الطلاق. عندي يعني خلاف بيني وبين زوجتي، يعني نبي انت تكلمت تو بنية الطلاق. يعني حدث الطلاق، يعني قلت انت في حالة غضب يعني شجار. تلفظت يعني قلت انت طالق واني طالق واطلع من راسي زي توك وخرجت من المنزل. وكررت اكثر من مره ولا مره واحده؟ لا حادثه قبلها فيما سبق، حادثه طلقه سابق قبل طلقه واحده. ايه فقصدي نبي النيه، يعني النيه ما مش بالي بكر، قصدي اني تلفظ ضاعت. واضح ان شاء الله. نبين نستفسر من يا شيخ الله يرحم والديك وربي يعافيك. بارك الله فيك، الله يسلمك، بارك الله فيك. الأخ المهدي، الحج على حساب الدولة وهل يجب أن يكون الحج من المال الخاص؟ أولا نبدو بهل يجب أن يحج المرء من ماله الخاص؟ لا يجب، يجوز أن يحج المرء بماله الخاص ويجوز أن يحج بمال وهب له. جاء واحد قال أنا بنعطيك فلوس بنحجك شخص، فيجوز له أن يحج بهذا المال، ما فيش بأس. مش لازم يكون المال كسبه هو عن عمل وكذا، لا كان جاه من ميراث ولا من هبة ولا حصل حج مجانا لم يدفع فيه درهما، ما فيش أي بأس. هذا بالنسبة للحج، لا يجب أن يكون من المال الخاص، المهم أعطي له هذا المال وحج به. هو حتى ولو حج بمال حرام هو مجزئ له عن حجة الإسلام، لكنه لا يؤجر لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ما يحصلش الأجر لكن تجزيه عن حجة الإسلام. أما بالنسبة للحج من المال العام، ولي الأمر له أن يتصرف في المال العام في مصالح المسلمين لما هو يشوف يعني له وجه من المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس من المال العام ولا يعطي بعضا آخر. الأنصار لما أعطي الغنائم اللي هي مال عام للمسلمين الجدد وما أعطاهمش هم، مش زعلوا شوي وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالمال والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار في الأخير وقالوا رضينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. مرات الحاكم وولي الأمر يشوف لي مصلحة يقول هاضم يعني ناس ثابتين وأنا متهني عليهم وكذا، ما نعطيهمش مال ونعطي للجدد باش نتألفهم، فهو عنده وجه من المصلحة، له أن يتصرف بحسب المصلحة، هذا ابتداء. فولي الأمر اللي هو المسؤول كان هو شاف أن الناس اللي طالعت لها قرعة الحج في غلاء أسعار وفي ناس ما تقدرش وفي اللي بيتسلف وفي اللي كذا، فهو رأى أن يعني يسدد عليهم التكاليف من المال العام فلا بأس، هذا ابتداء بالنسبة للحكم هل يجوز أو لا. لكن هل هذا السلوك هو الأفضل؟ نقوله إحنا لا شك أن الأفضل هو الصرف في بعض الموارد اللي هي الصرف فيها من الضروريات، زي علاج بعض الناس
ولا إعطاء بعض العائلات التي لا تجد لقمة لأكلها ولا لا تجد مأوى تستظل به وتنام فيه، هذا الصرف لهم أولى. يعني مرضى الأورام عفان الله والجرحى، جرحى الحروب، والناس اللي ما عندهاش يعني لقمة العيش، هذا الصرف لهم أولى وأوجب الصرف للموارد الأخرى. صح هو يجوز، لكن الأولى له أن يصرف في هذه المصارف الحاجات اللي يحتاجوها الناس. أما الحج فهو يعني فرض على المستطيع، اللي مش مستطيع ما فيش داعي يتسلف ويعني يثقل نفسه بالدين. الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يعني المستطيع. لكن أنا اللي نبي ننبه عليه استغلال هذا الأمر سياسيا، يعني تصرف مليارات في الحروب من بعض الحكومات والناس ساكتة، بعدين حكومة تصرف مليار ولا زوز مليار على الزواج يقولوا وين صرف الفلوس، يصرفوا للحج يقولوا وين صرف الحج. يعني الإنسان ما يكونش يعني يجري به الإعلام ويوجهه حيث يشاء. لكن هذا الحكم ابتداء، الحكم يجوز لولي الأمر أن يتصرف بحسب ما يراه من المصلحة، لكن الأولى الأولى أن ينفق ولي الأمر في الأشياء اللي إحنا الآن نشوفه فيها هي أولى. لما نقول مرضى الأورام ما عندهمش علاج، أما أولى تسدد يعني تكاليف هؤلاء وتجيب لهم العلاج اللازم ولا تنفق المال في الحج؟ لا شك أن الأولى هو الإنفاق على المرضى. الأخ ميلاد من سبها قال الإمام لما يسلم تسليمة واحدة هل المأموم يسلم تسليمة واحدة؟ لا، الإمام له أن يسلم تسليمة واحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وله أن يسلم تسليمتين، وهذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله، تسليمتين، هذا أكثر الأحوال. فهو من اختلاف التنوع، يجوز للإمام أن يسلم تسليمة واحدة وهو مذهب المالكية أو المشهور مذهب مالك، ويجوز أن يسلم تسليمتين وهو يعني روايات في مذهب مالك، ويعني الجمهور يقولون بالتسليمتين. أما المأموم فيسلم تسليمة يخرج بها عن الصلاة وتسليمة عمن يعني كان في يساره، يسلم واحدة اثنين، فهو مش مرتبط بالإمام. إذا سلم الإمام واحدة يسلم واحدة، لا، يسلم واحدة يخرج بها من الصلاة ويسلم الثانية إذا كان عن شماله أحد، يسلم واحدة على اليسار داني. فيعني لا ليس هناك ارتباط بين يعني تسليمة الإمام وتسليمة المأموم، لكن الإمام إذا سلم تسليمتين فيعني يجب على المأموم أن يتبع الإمام وأن ينتظر ما يخرجش من الصلاة لين يسلم الإمام التسليمة الثانية. مش الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو يسلم اثنين وانت تسلم بعد الأولى، لا، تنتظر حتى ينهي الثانية، لأن الإمام مالكا سئل فقالوا له كان الإمام يسلم تسليمتين، قال سلم بعد تسليماته، قالوا له كان سلم المأموم بعد التسليمة الأولى، قال أساء وصحت صلاته. يعني الأولى أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من تسليمتين. قال أيضا في الجماعة عندما يكمل الإمام الصلاة هل ينظر إلى المصلين أو ينظر عن يساره؟ النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه أو عن يساره. روي أنه انصرف عن اليمين وروي أنه انصرف على اليسار أو الشمال، وكان أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه من جهة الشمال، من جهة اليسار كان أكثر أحواله. لكن للإمام أن ينصرف يمينا أو يسارا، لكنه يستقبل الناس بوجهه. الانصراف صح يعني ياخذ من الجهة اليمين وبعدين يقبل الناس، أو ياخذ من الجهة اليسار ويقبل الناس، يعني يستقبل الناس بوجهه بعد السلام، لكن له أن ينصرف من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى. بالنسبة للتشهد اختلف العلماء في يعني نظر المصلي. بعض الأحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع بصره السبابة، يعني يتبع السبابة ببصره، يعني لما يحرك السبابة يمينا ويسارا هكذا كان يتبع بصره بها، هيك ظاهر الحديث. فأخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث، أما المالكية فيرون النظر إلى جهة القبلة، النظر إلى جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، معناه انظر إلى جهة القبلة. فيعني من نظر إلى جهة القبلة فلا بأس، ومن نظر إلى السبابة في التشهد فيعني الحديث يحتمل هذا، ومن نظر إلى موضع السجود أيضا فالأحاديث تدل على ذلك لا بأس.
الأخ خليفة من الزنتان جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي أهل الزنتان وفي كل أهل ليبيا. الأخ المبروك من بني وليد بارك الله فيك الشيخ المفتي بخير، لكن قد تطرأ الإنسان بعض الظروف يعني والأعمال متكاثرة والشواغل كثيرة، أسأل الله أن يبارك في الشيخ وأن ينفع به الناس. الأخ إدريس من مصراتة قال إحنا نطلع في مظاهرات لكن فيه ناس ينكروا علينا وبعضهم علماء ويقولوا أنتم ما غيرتوا شيء وأنتم هذا منتخبتوهم وأنتم كذا. يا أخ إدريس للأسف العلماء دائما على مر التاريخ تلقاهم يعني على ثلاثة أصناف، صنف يتبع السلطان ويعني يبرر له أعماله وظلمه ويقف معه في الحق وفي الباطل، هذا صنف من العلماء لما تشبح كتب التاريخ تجد يعني هذا الصنف، وتجد صنفا آثر الاعتزال والصمت ما يتكلمش لا معاه ولا ضده ويبقى يعني يدرس العلم وينصرف عن هذه الأمور، في هذا تجد يعني فصيلا من العلماء قاموا بهذا في التاريخ. أقل صنف من العلماء هم الذين جابه الطغاة والظلمة، لذلك تجد تخليد ذكرهم في كتب التراجم، من تلقى العز بن عبد السلام، تلقى ابن دقيق العيد، تلقى ابن تيمية، تلقى يعني بعض الأئمة اللي اشتهروا ب يعني مضادة الطواغيت والإنكار عليهم وحملوا على عاتقهم النهي السلطان عن المنكر إذا يعني خرج عن الأمر الشريع بعض الناس وهم قلة، لذلك ستجد هذا الأمر يتكرر الآن في عصرنا. أنت تقدر تقول الله عز وجل يقول وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد بيجي ربي بروحه، أما نيش ندرت نحن لسنا مسؤولين عن النتائج، الله عز وجل سيسألنا عن الأسباب التي أمرنا شرعا بالأخذ بها. ربي قال انكروا على الطغاة وأوقفوا ضدهم وانصروا الحق، كيف سننصر الحق؟ كل وسيلة نرى أنها تعين في نصر الحق يجب علينا أن نسلكها. الآن كل ناظر في التاريخ وفي الواقع يجد أن الوقفات والمظاهرات لها أثر جدا، لكن هو يقول الآن ما غيرت شيء، قولوا له لولا يعني تقاعسك أنت وأمثالك لغيرنا، تصور الناس كلها طلعت في الميادين، يعني السلطات الحاكمة الجاثمة على صدر الليبيين يعني لو خرجت الناس في الشوارع ويعني أسقطتها لسقطت، لكن تقولهم بنطلعوا ضد الجسم الفلاني اللي يعني يفسد على الناس تلقى معاك 10-15 نفر، فهذا إذن قول لما غيرناش مش لأن خروجنا غلط، لأن سلبيتك أنت وسلبية أمثالك هي التي كانت سببا في هذا بقاء هذا الجسم. الأخ عبد الله الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام هذا الأصل، أما أن يهاجر الإنسان من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار، لكن إذا كان الإنسان ماشي لمصلحة بيقرأ وبيولي بيقرأ عندهم علم وبيجي ماشي بيتعلم شيء ماشي للدعوة ماشي لعلاج يعني فيه غرض لكنه لا ينوي الإقامة هناك، عندما ينتهي غرضه يرجع فلا بأس بذلك. الأخ إبراهيم لما يسلم عليك غير المسلم قول وعليكم، بس هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم تقول وعليكم السلام، أما غير المسلم يقول السلام عليكم تقول وعليكم فقط. أما الأضحية على الزوجة فلا يسن لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل أهل بيت في كل عام أضحية، يعني هي وزوجها يضحي زوجها، بس إذا أرادت أن تتطوع وتضحي عن نفسها عن نفسها فلها ذلك وتؤجر إن شاء الله. الأخ محمد من ترهون الطلاق اذهب إلى يعني فرع مسلاتة إذا كنت في ترهون يا أخ محمد واستفتي، لأن الطلاق يحتاج إلى مشافهة والشيخ بيسألك على النية، أو تمشي لي يعني أي فرع من فروع الإفتاء قريبة منك أو شيخ تثق في علمه حتى ولو كان ما يتبعش دار الإفتاء وتسأله، لكن الظاهر أنت عندك طلاق سابق والآن قلت هي طالق لزوجتك، كنت غاضب ولا مش غاضب؟ مدام واعي بلفظك فتؤاخذ بالطلقة، والظاهر أن مازال لك طلقة ثالثة إذا كان الأمر كما قلت، لكن هذه مش فتوى، ينبغي أن تذهب زي ما قلت لك إلى فرع الإفتاء في مسلاتة أقرب فرع ليك أو إلى شيخ تثق بدينه وعلمه وتسأل ويجاوبك بعون الله، وينبغي أن يحذر الأخ محمد وغيره من إطلاق لفظ الطلاق ومن التساهل فيه، هذا من أيمان الفساق التي نهينا عن الحلف بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ونشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا